موضوع فيتوريا خطأ. يعني حضرتك شايف انه كمدرب كان المفروض يحترم قرار طبعا الزمالك التربوي؟ طبعا طبعا، وإلا ما كانش يعني هو ذاق هذه المرارة بعدها بيومين. صحيح، ما هو في اتنين تلات لعيبة اللي تلات اتمرضوا. لعيبة اللي طلعوا من التمرين، طارق يعني حامد، حسين الشحات، وإمام عاشور. انت ازاي خدت هذا القرار انك تستبعدهم من سفرية، حتى لو سفرية واحدة، وما خدتش بقرار نادي الزمالك انت تستبعد الثلاثة علشان عملوا كده في الزمالك؟ يعني حضرتك شايف ان هو يعني كان يعني زي في ما عمل ازدواجية مع يا فندم، في عمل مع ازدواجية الثلاثي كده، كان يعمل مع طبعا، فتوح وصبحي في كده. ازدواجية مطلقة، ان حضرتك انت خدت قرار باستبعاد الثلاث لعيبة اللي ما اتمرنوش كويس، وخدت قرار بانك تضم الثلاث لعيبة من او الاثنين لعيبة من نادي الزمالك، مع ان الزمالك وقفهم لنفس او الأسباب يعني التربوية مشابه يعني، للاسباب اللي انت استبعدت بيها الثلاث لعيبه مش بتوعك. فني، بنتكلم تربوي، فنيا فالمفروض حضرتك بالظبط، تحترم الحكاية دي. طبعا طبعا. ويمكن البعض قالوا ان ده يمكن اللي جرى الثلاثي، ان هم يعني فتح الباب للثلاثي انه اي حد هيغلط عادي بناخده، يعني مفيش مشكلة. اللي انا اعرفه المفاهيم والاعراف كل منتخبات اللي احنا المدربين المنتخبات اللي اتمرنا عليهم، لما بتغلط في النادي تخش المنتخب، ده الطبيعي، لكن هو قال ده لا انا الطبيعي ماليش دعوة بالكلام ده. غلط فهو مع تقدير دي واحترام فلسفة المستر جديدة فيتوريا. يعني. لا غلط غلط كلام. وخلي بالك مش بقول كده عشان لعيبه الزمالك، ده لو لعيبه في الاهلي، لو لعيبه في الاسماعيلي، لو لعيبه في المصري، لو لعيبه في الاتحاد، ده لازم يطبق، يعني حضرتك طبعا شايف انه تربويا لازم طبعا نطبق كده. طبعا لازم اقفل الباب عن اي خروج عن النص باي شكل من الاشكال في اي منطقه في اي نادي او حتى عندي في المنتخب. فلوس كهرباء، حضرتك شايف انه الافضل للزمالك انه ياخدها بالقسط، ولا يفضل قاعد مستني الكاش والوقت عمال يعدي؟ هو انا ما اعرفش احنا ما خدناش لغايه دلوقتي، هو ما حدش عارف يعني، يعني لما انا مش حتى عارف ايه بتسأل السبب، ايه السبب ان فلوس كهربا لم تسدد للزمالك حتى الان. وان هو لسه بيلعب يعني، مع ان كان المفروض في حل انا من مع عندي يعني انا بسال نفسي والله، انا عم بسال نفسي طب ازاي عمر الزمالك توقف القيد بتاعه عشان ما دفعش؟ طب صحيح. ما ازاي؟ فهي قصه فيها لغط، فيها حلقه مفقوده مش عارفينها. اتمنى من مجلس الاداره الجديد ان هو يعني يحط ايده على الحلقه المفقوده دي ويحلها.